إن العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة وثيقة، فالإنسان هو بؤرة التنمية وهدفه، وفي ذلك الوقت وفي ذات الوقت فإن الإنسان هو من يقود مسيرة التنمية. وبدون أن يمتلك الإنسان المصري مستوى مرتفع من المعارف والمهارات، وبدون أن يتسلح أيضاً بالسلوكيات والأخلاقيات، فلن تتحرك مصر في طريق التحديث الذي ننشده جميعاً. وحتى تستطيع مصر المنافسة على الصعيد العالمي، وحتى نستطيع تبوء المكان التي نستحقها، فلا مناص من إحداث نقلة نوعية في بناء الإنسان المصري. وهذا هو أيضاً تحدي نواجهه جميعاً حكومة ومجتمع. هذه النقلة يجب أن تعتمد على التخطيط الدقيق الذي يركز على المعلومات والحقائق والمعلومات التي تحلل الوضع السكاني، وتبين بوضوح إن معدلات الزيادة السكانية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة تجعل تخطيط هذه النقلة في بناء الإنسان المصري بعيدة المدى. السيدات والسادة، إن عدد سكان مصر كان قد تجاوز قليلا 20 مليون سنة 1950، وتضاعف 3 مرات ما بين 1950 لغاية 2000، في الوقت الذي ظلت حصة مصر من مياه النيل ثابتة، ولم تحدث سوى زيادة محدودة في مساحة الأرض التي نزرعها، وليزداد اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لسد الفجوة، سد فجوة الغذاء، سد هذه الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لعدد من السلع الغذائية الرئيسية ومن ضمنها القمح. إن الدراسات والمعلومات الخاصة بالزيادة السكانية تظهر إنه خلال فترة من 2000 إلى 2015 الزيادة المتوقعة 25 مليون تضاف إلى عدد سكان مصر. وتظهر إحصاءات السنة الأخيرة إن عدد المواليد تجاوز 2.6 مليون مولود في سنة واحدة، علما بأن عدد مواليد مصر كان أقل من 2 مليون لغاية سنة 2007، يعني من 2 مليون في 2007 ل 2.6 مليون في السنة الأخيرة. استمرار معدلات الزيادة السكانية الحالية سيلقي على الموازنة العامة للدولة عبء كبير لن تستطيع معه توفير الموارد الكافية للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية بمستوى الجودة الحالية. فما بالنا ونحن نسعى للارتقاء بجودة الخدمات. يجب أن أكون صريحا معكم وصادقا، إننا نتوجه بهذه الاستراتيجية إلى كل أسرة مصرية لتتحمل مسؤوليتها في تحديد عدد أبنائها في ضوء التحديات التي تواجه مصر. إن ضبط معدلات الإنجاب لتتناسب مع قدرة الدولة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير البنية الأساسية للجميع وعلى خلق فرص عمل لائق هو ضرورة ملحة. وأكرر، هو ضرورة ملحة. إن الزيادة السكانية التي تزيد عن النمو الاقتصادي والزيادة السكانية التي لا تقابلها موارد طبيعية كافية، الزيادة السكانية التي لا تقابلها قدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجودة عالية، هذه الزيادة السكانية تؤدي بنا إلى الرجوع للخلف والتخلف بدلا من السير للأمام والتقدم. السيدات والسادة، إن الحكومة مصممة مع المجتمع المدني أن تواجه هذه المشكلة وأن تعلن بوضوح وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية استراتيجية للنمو السكاني، استراتيجية للسكان حتى سنة 2030. علينا جميعا أن نعمل سويا، على الحكومة
على المجتمع المدني، على الخطاب الديني، على الثقافة، على الإعلام، لأن الاستراتيجية إن لم تصل إلى 90 مليون فما أقصر الاستراتيجيات، وما أقصرها كما قالت الدكتورة الاستراتيجية التي لا نستطيع أن تنفذ على أرض الواقع، لأنها قيمتها هي بالضبط قيمة الورق الذي كتبت عليه. هو تحدي علينا أن نواجهه ضمن التحديات التي نواجهها، متوكلين على الله، مصممين. احنا بنواجه تحديات زي ما قلت كثيرة جدا، واتكلمت عن الإصلاح الإداري والإصلاح التشريعي ومحاربة الإهمال، ويمكن أنا قلت امبارح وهكررها، إرهاب الإهمال الذي لا يقل عن الإرهاب الذي نراه في أماكن كثيرة. علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الوطن وأمام أبنائنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأن تصل هذه الاستراتيجية إلى 90 مليون في كل مكان، في كل حارة، كل شارع. هو ده التحدي اللي أمام المجتمع. أنا لا أريد هي أن أطيل في كلماتي، ولكن أشكركم، وفي الآخر أتمنى لكل شعب مصر بقي ولكل أبناء مصر فعلا أن يحصلوا على الجودة التي يستحقها كل مصري، جودة الحياة لحياة أفضل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.